انا قدامي دي ايقونات ما اقدرش اقول عليها ولا صور ولا بورتريهات، لان الصور او البورتريهات ممكن تتعمل لاي حد عادي، اما الايقونات فهي بتتعمل للقديسين او للشهداء او للمسيح والعذراء بس. وهي كانت بتتعمل في العصر القبطي، وكانت بتتعمل لسبب برضو انه كان ساعتها الكتاب المقدس كان غالي وكان مش موجود كتير لانه كان بيتكتب، فكانوا الناس يعني بياخدوها بركة في بيوتهم، لان كل ايقونة كانت بتعبر او بترجع لقصة في الكتاب المقدس.